شكرا لي أودي حاتم اللي أعطانا تفاصيل كثير مهمة. لربما حننقل ما ذكر أودي حاتم في التقرير أو في هذا الريبورتاج إلى ضيفنا اللي انضم لنا الآن داخل الاستوديو، الدكتور ضرغام عباس، أخصائي علم وظائف الأعضاء. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير. سعيدة اليوم أكون بين ناسنا وهلنا. اهلا وسهلا بك دكتور. طبعا هذا الموضوع يمكن تحدثت به انا بشكل بسيط جدا، درجات الحراره، التوقيتات السيئه مع عدم مدايرات درجات الحراره وقساوه صيفنا حقيقه لربما تؤدي الى انعكاسات سلبيه جدا. حدثنا عن هذا الموضوع بشكل عام حتى ندخل بتفاصيل أدق. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا موضوعين وشقين. نعم. موضوع درجه الحراره عندي دراستين. نعم. انا دراسه مسويه بال 2017 بخصوص هذا الموضوع، انه كانت عندي الاطروحه الماستر كتبت عن ثلاث بلدان واخذت ثلاث عينات، العراق والبرازيل وروسيا. نعم. المشكله اللي لاقيناها في العراق اكثر شيء لان درجه حرارتها ترتفع 50 وبروسيا 30 تحت الصفر وبرازيل 27. اكو جهاز اسمه الفريكارد الخاص بتحليل القلب وظائف القلب ونبض القلب ويعطيني الصورة الحقيقية القلب شقد استغرق وشقد امطى وشقد فقد للأكسجين. نعم. نأخذ العينات العراقية، أخذت بالمناسبة أخذت ثلاث على صعيد منتخب ونادي وناديين ومنتخب عراق. اللاعبين تعرفين احنا بالوقت أصبح مشكلة اللاعب مو مثقف وما يعرف شلون توقيتات التدريب، بعدين يجي المدرب دي يحمل تدريب والجو جدا حار جدا وعالي وهاي مشكلة. أما بالنسبة للتوقيتات هاي مشكلة. مشكلة أخرى أشوف شهر السابع إحنا والتوقيتات الدور مستمر. صحيح. زين هاي شلون نعالج إحنا؟ الإمارات قبل سنتين راح أربطها بدراستي، أحد اللاعبين عاني من مشكلة فسقط بأرض الملعب. هذا الجهاز الفيريكارد اكتشفوه قبل 7 سنين، مشكلته يحدد لي وظائف القلب لأنه اللاعب الرياض بصورة عامة يشتغل بس على القلب. هذا الفريكارد عبارة عن شلون اللي نسميه إيكو بالعراق، صورة طبية اسمه إيكو. هذا خصصوه واكتشفوه بروسيا قبل 7 سنين فقط للرواد الفضاء. طيب هذا يستخدم بطريقة التجوال أو ممكن يتواجد يعني عند الأخصائي بكل وقت، يعني مثل جهاز قياس الضغط أو غيره ولا شو؟ العفو ست، هو يشتغل عن طريق النوت بوك اللي احنا شو نسميه احنا بالعراق الأجهزة الذكية. الأجهزة الطبية الذكية. نعم. ينربط عن شكل أقطاب بالقلب وباليدين وبالرجلين. أه. ينطيني عندنا تيستين، تيست هو نايم 5 دقائق واقف 5 دقائق ودقيقتين آخذ كومنتاري. ممكن هاي الإجراءات تصير أثناء المباراة؟ لا هذه نوخذ قبل المباراة ومع المباراة. أه. هنا أنا كتبت بالبحث مالتي وظائف وتقلبات القلب. نعم. قبل الحمل التدريبي وبعد الحمل التدريبي. هنا شو ينطيني مثلا بسبيل المثال نرجع للموضوع العراقي، اللاعب العراقي ينام بثلاثة بالليل. زين يصحى ريوق تقريبا لازم بثمانية بتسعة يستفاد من الوجبة. صحيح. يقعد بثلاثة يروح للتمرين مالته درجة حرارة 55 المدرب يعطيني حمل عالي جدا فالعضلة تستهلك والقلب يستهلك وهو بنفس الوقت يعاني من مشاكل. هاي واحد. بروسيا لا، العينات تحت الصفر والجو بارد جدا وبحيث التدريب يكون قاسي كانت النتائج أفضل من العراق. بالبرازيل لا، نتائج الجو ماني مستوائي طبيعي جدا وتدريب صح. إذن في كلتا الحالتين درجات الحرارة المرتفعة والبرودة ممكن أن يكون سبب لنا مشاكل. نعم. بس هنا إذا كان درجة الحرارة مرتفعة جدا على المدرب ماذا يعمل؟ أول شيء يقلل الحمل التدريبي ويقلل السعرات التدريبية وبعدين في هذه الحالة يسوي له برنامج خاص بس على الجو. بالإمارات قبل سنتين عاونوا هالمشكلة فصار اتفاق مع الأرصدة الجو. نعم. وخلوا قضاة خاصين بقياس درجة الحرارة بالجو. حلو. داخل الملعب وسووا دراسة بحثوا الاتحاد الدولي الفيفا قال يابا كل شيء مشاكل تصير. هاي الدراسة تخصصت خلوا اكو انسان اسمه اسكندر مجد اسكندر. نعم. نائب رئيس الاتحاد غرب اسيا ورئيس لجنة الاطباء والاصابات الرياضية قرروا نشر القضاة المسؤولين عن درجة الحرارة وارتباطهم مع ارصدة الجو. نعم. ويعازل الحكم الساحة. طيب هذا النص القانوني تحت اي بند؟ يعني حقوق الانسان، حقوق حمايه اللاعبين. ست هنا يقول حقوق الرياضيين واللاعبين الكره قدم لحمايتهم من الاخطار او الاصابات او لا سمح الله الموت المفاجئ داخل الملعب. فماذا قرروا؟ اكو يسموه بريك تايم
خلال المباراة استراحة يصير يعاز دقيقتين يشرب مي يعيد الوظائف العظام من جديد تستمر المباراة. اللي صار الموضوع كثير. زين دكتور طروحات قدمتها الاتحاد كرة القدم قدمتها لوزارة الشباب والرياضة ناقشت بها المؤسسات الرياضية الأندية الرياضية. آسف جدا على المقاطعة الصراحة أنا خلصت دراستي بروسيا اختصيت بعلم وظائف أعضاء رياضية بس أكثر شيء اختصيت بوظائف القلب والعضلات والعظام. بعدين خلصت دراستي رحت البرازيل معايشة سنة كاملة. دخلت مع ثلاث أندية عالمية ودخلت دورة تدريبية وأحد الدورات دخلت فيها كان محاضر فرنسي المختص بوظائف أعضاء رياضية والأحمال التدريبية فما صار لي فترة طويلة بس قبل يمكن ست أشهر أنا نشرت ست بحوث وأكو بحث من البحوث خاص بالعراق اختصاصك يوجد هنا بالعراق موجود اختصاصي من الاختصاصات النادرة ما موجودة بس بالشرق الأوسط نهائيا روسيا إيطاليا أمريكا ويمكن تشيلي اختصاص فريد من نوعه بالعراق. طيب شنو الخطة أو الطبلاين يعني اللي ممكن أن تفيد بها بلدك أو الرياضة العراقية بشكل عام اللي تعاني خلل في المنظومة الطبية بشكل خاص يعني والكوادر الطبية والصحية المرافقة لكل نادي أو لكل فريق؟ سويت دراستين دراسة تخص التدريب خلال الوحدات التدريبية ودراسة خصيت بها المنافسات التدريبية. ويمكن إن شاء الله راح أبعث في نسخة لجنة المسابقات عسى ولا يعني يستفادون منها. فترات الصيف اللاهب مثلا شهر السابع يا أما نخلي أوقات المباراة في الوقت المتأخر هاي واحد ونسوي برنامج خاص مع المدرب مدرب يختص مع دكتور أخصائي بالفريق يقلل الوحدات التدريبية. هذا معمول به في الدول الخارجية أكيد أربط الدراسة بين الإمارات ومصر أنا مسويها فبالإمارات سووا هاي الأرصدة الجوية تكلمنا عنها وانطحق الحكم يوقف مباراة دقيقتين بس المشكلة بالتدريبات لنا المدرب عنده 25 لاعب المدرب مفروض يعب كل لاعب إش قد إش قد مسافة يقطع بها إش قد تدريبه اليوم شنو حمل التدريبي درجة حرارة 50 أنا إش قد أنطي ساعتين عضلة ما راح تبطل وممكن أن يتناغم مع تركيبة كل لاعب لربما أنه الطاقة والمناعة والصحة البدنية الصحة الذهنية هاي ممكن تختلف من شخص إلى آخر للوظائف الأعضاء الرياضية كل لاعب على لاعب يختلف أكيد طبعا هنا دراستنا تختص بمن فصائل الدم فصيلة الدم لكل لاعب الطول والوزن بديت ساعة والعمر راح أجي كل لاعب أنا بالمناسبة لازم كل لاعب أسوي له تشيكن أب عند دفتر خاص بي كل لاعب أنا دراسة مسويها لاعب كرة قدم مثلا سبيل المثال فريق جماهيري لازم عنده كارت في كل التفاصيل جبت تقريبا ما يقارب 18 جهاز على حساب الخاص اشتريتهم خاص للتخطيط القلب جهاز سكر حامض اللاكتيك الرئتين ولا ذلك هذا المفروض كل لاعب عراقي عنده دكتور خاص بي من ناحية الطبية النفسية يقدم المدرب الأول يقدم له تشكن عن كل لاعب بحيث من يدخل دوري او فتره المنافسات ما راح يخاف. هذا يشمل بقيه الالعاب الرياضيه؟ اكيد لان هذا اللعبه ما مختصه فقط كره القدم بس احنا بكل الالعاب بس احنا كمجالنا تدريبي اقصد لك لاعب كره القدم ممكن ساعتين في المباراه او العداء 1000 متر او 2000 متر يتعدى هذه الامور هم تختصر يعني بها فتره ثابته او اختلاف بيناتهم؟ هنا راح يصير اختلاف لان هنا الحمل ايش قد والشده قد راح تكون انا هذا اللي اقصده لا اكيد كل شده وكل حمل له اختلاف بحيث نفس استاذ راح يدخل هنا العنصر التغذي عنصر الراحه الاستشفاء الرياضي وشلون نوظف هاي كلها في سبيل ننجح عمليه وظائفيه للاعب او الرياضي بسرعه. نعم طيب دراسه حضرتك او اختصاصك فقط مع ظروف الرياضه او اللقاء المعني ان كان في درجات حراره في درجات بروده ام كل الرياضات حتى وان كانت في اجواء مناسبه في يعني اوقات يعني فيها ما بها درجات حراره او قاعات مغلقه يعني اقصد عفوا ست هاي كانت بالماستر بالدكتوراه اختلفت كان العنوان البحث مالتي كان تقلبات لا هنا اختصيت بخصائص تقلبات القلب بالاجواء المناسبه جدا مثلا من رحت البرازيل اجواء ملائمه جدا لقيت اكو مشاكل مع العلم اللاعب البرازيلي محترف ومثقف الجو بحر يعني هي الرياضه بدمهم بدمهم وبنفس الوقت هو رياضي ومحترف يعرف نفس لاقيت لاعب محترف يسهر بثلاثه بالليل يلا ينام هاي حتى في البرازيل؟ حتى البرازيل وبعدين اكو حتى بعد ما نحكي على شبابنا اي اكو شغلات ممنوعه مثلا هو دا ياخذ بعض الادويه او هسه موديل جديد ياخذ مشروبات الطاقه ريد بول مع سنيكرز على اساس هو ايش ياخذ شحن الطاقه يعني اي اذا ياخذ هو ريد بول على اساس ينطيني سعرات حراري وسنيكرز في هم تعطيني سعرات هاي لا هذه سبب مشاكل اسالك سؤال يعني موضوع العصير تناوله دائما قبل المباراه هذه يؤثر سلبي على اللاعبين
استاذ هنا اكو دراسات تقول اختلاف العصير عن عصير، اولا اكو هسه اصباغ انا اخذها اشوف انا دائما مواد الحافظه والمنكهات والملونات. انا دائما اشوف اللاعبين عصير قبل المباراه، انا عفوا انه هذا دائما خطا. يمكن العفو دراسه قبل يمكن سنه الماني تقول في فترات المنافسات او فترات الدوري او فتره التدريب على اللاعبين اخذ الماء الدافي فقط ليس المثلج على مود ما يفقد قيمته الغذائيه. هاي واحد. عندنا عصب السابع لا سمح الله، أنا داخل بجو حار وصارف طاقة وخذت مي بارد يضرب عندي العصب السابع يسبب لي جلطة لا سمح الله، بس خلال المدى البعيد هاي لازم يثقف بها الرياضيين، أخذ شوكة المي شنو جرعات اللي أخذها. كل رياضي مفروض كل رياضي لاعب كرة قدم يتناول 4 لترات باليوم. طيب سؤال أخير ونتمنى الإجابة مختصرة وصريحة، دكتور ما يحصل الآن والتوقيتات السيئة في المباريات المختصة بالدوري الكروي الممتاز هل ستؤثر بشكل كبير على اللاعبين ومستقبل اللاعبين وحتى مستقبل الكرة العراقية؟ راح أختصر الموضوع نهائيا بسبع نقاط. هاي الأسباب، ارتفاع درجة الحرارة تسبب لنا أولا الغثيان، الإعياء، الشد العضلي، صداع نصفي، عدم أداء التمرين بصورة صحيحة وعدم تقديم مباراة بصورة صحيحة. نعم، وهذا كله يأثر أكيد. أكيد. الوقت الحاضر وال. بالمستقبل. في المستقبل. حتى الأداء اللاعب من المدرب يطلب عنده مستوى فما يقدم. نعم. لأن هاي الأجواء كلها مسألة. صحيح. دكتور نورتنا اليوم دكتور درغام اختصاص على مضاعف الأعضاء، نورتنا وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. أتمنى لك كل الموفقين. الجميع إن شاء الله. شكرا. الوالد عباس. الوالد عباس برازيلي. تحياتنا له ونورتنا اليوم. وأنا أول شيء سعيد جدا وشكرا لتحت الفرصة وأتمنى لكم الموفقين والنجاح دائم إن شاء الله. إن شاء الله للجميع ممتنين. الموفقين. نعم.